وفي لحظة واحدة خرجت روحه، خرجت روحه ويتلو القرآن. مش بس كده، الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم ونبارك على النبي الأمين قائد الغر المحجلين الميامين بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. ما تصلي عليه، ما تصلوا عليه، صلى يا جماعه، صلى يا شيخ فتحي، شيخ عبد الله، شيخ احمد، صلى يا جماعه، ده انتوا قاعدين منورين الدنيا بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. النهارده اسالك سؤال، حضرتك بتمنى تموت ازاي؟ هتقول لي اتمنى وانا بصلي وانا بعمل حج وانا بعتمر وانا بقرا في القران، عايز حسن خاتمه. تخيل بقى لما تكون على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاتيك المنيه وانت تخطب في الناس في صلاه الجمعه. الشيخ صلاح عمر من أبا البلد مغاغة، محافظة المنيا، طبعا ده بجمهورية مصر العربية، للناس اللي بتشوفنا بره مصر، بدأ خطبة الجمعة بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدها قال يا جماعة عنوان خطبة اليوم عن العام الجديد والتفاؤل والأمل. لكن بعدها قبل ما أكمل معاكم الخطبة، في بقية من خطبة الجمعة الماضية كنت بتكلم فيها عن القرآن، ويقول في فقرة ان احنا هنكملها دلوقتي ونكمل فيها خطبة اليوم، مثلما فهمت ان الشيخ قال كان في شيخ بيقول لتلميذه او لابنه اطلع علي ما تيسر من القرآن، فقرأ عليه وقال افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له وبه فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الشيخ صلاح انتهى عند وأنت خير الراحمين، هنا بالضبط وقف. ليه؟ عارفين وقف ليه؟ عشان بعدها وقف أحد الناس ليرى ماذا حدث للشيخ صلاح. سكت ليه؟ الشيخ صلاح وقع من على المنبر، الناس من المنظر محدش قدر يستوعب الموقف، الشيخ على المنبر وبيخطب في الناس، وفي لحظة واحدة خرجت روحه، خرجت روحه ويتلو القرآن. مش بس كده، ويخطب في الناس، مش بس كده، على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت متخيل حسن الخاتمة؟ قال ابن كثير رحمه الله اجر الكثير اجر الكريم بعادتي وكرمي ان من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. قل لي انت بقى او انت عايشين على ايه؟ ها اللي هتعيشوا عليه هتموتوا عليه. علق قلبك بحاجة تموت عليها، علق قلبك بالقرآن فتأتيك المنية على القرآن، علق نفسك بالصلاة بقيام الليل ستموت وأنت تصلي، علق نفسك بالذكر وأنت تذكر الله، علق نفسك بالصدقة بالحج بالعمرة بكل هذه الأعمال، اضرب لنفسك في كل عبادة بسهم. أسأل الله بأسماء الحسنى بصفات العلى أن يختم لي ولكم بخاتمة التوحيد لا إله إلا الله. بحبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.